السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما ينصح المسلمون بعضهم بعضا في رمضان بأهمية قراءة القرآن مع تدبر معانيه، وهذا صحيح لا غبار عليه، فلا شك أن تأثر المسلم وانتفاعه بقراءة القرآن تزداد وتعظم إذا رافقها تدبر لمعانيه العظيمة وحكمه الجليلة. ولكن يا أحبابنا، لا ينبغي أن يكون حرصنا على تدبر معاني القرآن دافعا لنا للتجرؤ على تفسير معانيه بلا علم، فتفسير القرآن كغيره من العلوم الشرعية ليس أمرا يتكلم فيه الإنسان برأيه، فعلماء التفسير لم يفسروا القرآن حسب أهوائهم، بل فسروه استنادا إلى ما تعلموه من العلماء الذين سبقوهم، وهكذا إلى أن وصل الإسناد إلى الصحابة رضوان الله عليهم، فهم الذين تعلموا القرآن من أعلم خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عليه السلام لم ينطق عن هواه، بل بلغنا ما نزل عليه من الوحي بصدق وأمانة. فلذلك إخوتي، إن قرأنا آية في كتاب الله ولم يكن سبق لنا أن تعلمنا معناها من أهل العلم، فلنرحم أنفسنا من الوقوع في معصية الإفتاء بغير علم، ولنبتعد عن هذه المعصية الكبيرة، ولنتعلم الأدب في التعامل مع آي الذكر الحكيم من أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو مع غزارة علمه لم يقبل أن يفسر معنى آية واحدة لم يتعلم تفسيرها من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مقالته المشهورة التي يرويها عنه السيوطي: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله بما لا أدري. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا وأن يزيدنا علما وفهما، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.